تشاو، كيف حالكم؟ أهلا وسهلا فيكم في هذا الدرس الجديد للغة الإيطالية. اليوم راح أعلمكم كيف نقول أنا أتكلم الإيطالية، ونسأل شو أنت بتتكلم، شو بتحكي، وهل تتكلم العربية، هل تتكلم الإنجليزية، يعني هيك first conversation بالإيطالي. أوكي، اللغة الإيطالية بيقولوا إيطاليانو أو lingua italiana، لغة إيطالية، إيطاليانو in general أو lingua italiana. احنا تعال ناخذ الايطاليانو، بيو فاتشيلي اهون، صح؟ بيو فاتشيلي. هسه احنا بدنا نسال بني ادم، لازم نعرف شو الجندر، يعني زي بالعربي تتكلم وتتكلمين، فكمان بالايطالي غلط. هذا كان تروكو كان يعني شو غلط بالايطالي. في عنا تو، يعني انت، بس فيش حاجة نفرق بين انت ماسكيلي وانت فمينيلي. فالسؤال هو نفسه، بارلي بارلي بارلي، يعني تتكلم وتتكلمين. اوكي، allora tu parli italiano، tu يعني انت، وtu يعني انت. نقدر كمان نقيمهن زي كيف احنا بنقول انت تتكلمين او تتكلمين او هل تتكلمين، صح؟ يعني نقدر نقيم، نزيل البرونونز انت وانت. كمان في الايطالي tu ما فيش حاجه tu، يعني بنقدر دغري نسيت شو بيقولوا دغري في العامية، في الفصحى، حتما نقول بارلي ايطاليانو، بارلي ايطاليانو، تو بارلي ايطاليانو. اذا هي راح ترد نعم، بتقول سي ايو انا بارلو ايطاليانو، بارلو يعني انا اتكلم، بارلي ايطاليانو انت تتكلمين او انت تتكلم، بارلي ايطاليانو انا اتكلم، يو بارلو ايطاليانو. كمان هون يو نقدر نقيمها، بارلو سي بارلو ايطاليانو، اتو وانت او وانت اتو بارلي ايطاليانو. سي احنا بدنا نقول، اذا احنا بدنا نقول نو no. متاسفه لانه بحط كمان كلمات هيك بتخربط، بحط في ايطالي كلمات ايطالي، سي يعني اذا بدنا نقول انا لا اتكلم اللغه الايطاليه، لازم نقول نو يو نون parlo italiano، quindi لازم نحط non قبل كلمة parlo. No io non parlo italiano. E tu وانت وانت parli inglese، inglese inglese. Tu parli inglese؟ No io non parlo inglese. Io parlo francese. Tu parli francese؟ No io non parlo francese, io parlo italiano. Ok? كمان مرة. ماذا تتكلم؟ لا سوري، مش كمان مرة، رح نعيد. Parli italiano، تتكلم الإيطالي أنت أو أنت. Sì, io parlo italiano أو no, io non parlo italiano. في سؤال ثاني اللي هو شو بتتكلم؟ ماذا تتكلم؟ أي لغة تتكلم؟ نقدر نعملها في طريقتين. Cosa parli؟ Cosa يعني ماذا؟ ماذا parli؟ تتكلم أو تتكلمين. Cosa parli؟ نقدر نسأل في طريقة ثانية كمان. Che؟ أي لغة تتكلم. Che؟ Lingua parli؟ أوبس، صار عندي مستش. Che lingua parli؟ أي لغة تتكلم أو تتكلمين. Che lingua parli؟ أي لغة تتكلم أو تتكلمين. أو cosa parli؟ كتير هوين. اوكي، واحنا هناك نقدر نحط اللغات، عربو عربو عربي، ابرايكو عبراني، فرانشيزي فرانشيزي، سبانيولو سبانيولو، بورتوغيزي بورتوغيزي، انجليزي، تشينيزي صيني تشينيزي، جابونيزي ياباني جابونيزي، ضحك صح؟ جابونيزي. وبعرف شو كمان لغات، شو ممكن كمان لغات ممكن مهمة نسيت. كوريانو كوريانو. اوكي، سو هو يعني بنقدر احنا نحط اسم اللغة بعدين ونسأل كل لينغوا بارلي، اي لغة تتكلم او تتكلمين، او كوزا بارلي، شو ماذا تتكلم او تتكلمين. ايو بارلو ايطاليانو، ايو بارلو ايطاليانو مولتو بيني، كتير منيح.
إذا إحنا نسأل هل أنت تتكلم اللغة الإيطالية بشكل جيد؟ Tu parli italiano bene؟ Tu parli bene l'italiano؟ أحسن هيك. Tu parli bene الإيطالي؟ تتكلم بشكل جيد الإيطالية؟ Tu parli bene l'italiano؟ Sì, io parlo bene l'italiano. O no, io non parlo bene l'italiano. اوكي؟ عندي سؤال لكم، حاولوا انتم تعيدوا هذا اللي علمتكم اياه اليوم. عندي سؤال لكم، كل لينغوا بارلي؟ بستنى جواباتكم وبتمنى انه انبسطتوا في هذا الدرس اللغه الايطاليه. راح نكمل كمان هيك فيرست كونفرزيشن sentences في الدروس القادمه ان شاء الله. فتي فيديو نلا بروسيما ليزيوني. Un bacio, مع السلامه.